في معركة اليمامة بقيادة سيدنا خالد بن الوليد، وكانت ضد مسيلمة الكذاب اللي ادعى النبوة، وكانت معركة شاقة جدا حدث فيها قبل انتصار المسلمين بعض الظروف الصعبة لجيش المسلمين. فشجعهم سيدنا خالد أن اثبتوا حتى نعلم من أين نؤتى، اثبتوا عشان نشوف الجيش بيتكسر منين. وكان سيدنا سالم مولى أبي حذيفة بيقود جانب من جوانب المعركة، فقيل له احذر يا سالم حتى لا نؤتى من قبلك، فغضب وقال بئس حامل القرآن أنا إن هزمتم من قبلي. هذا النوع من الغضب بيسموه الغضب المفيد أو الغضب البناء، هو انفعال بيبعث الهمة على إصلاح الأحوال. تشبه قصة العامل اللي كان بيشتغل في شركة بترول سعودية، لما عطش حب يشرب من الكولدير السائع، فالمهندس الأجنبي منعه وقال له الكولدير ده للمهندسين مش للعاملين، فغضب من هذه التفرقة اللا إنسانية. سغضب غضب مفيد دفعه للدراسة بالليل بعد مواعيد الشغل، ولما الشركة شافت نبوغه بعتته أمريكا للحصول على بكالوريوس الهندسة، ثم رجع الشركة علشان يبقى رئيس قسم ثم رئيس إدارة ثم نائب رئيس لهذه الشركة، وتطور بعد كده لوظائف أكبر بكتير. هذه الغضبات المفيدة هي اللي بتشبه غضبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي ما كانت تخرج إلا للحق أو لنصرة مظلوم. أي إنسان فينا بيتصدم في الحياة بيمر بحاجة اسمها منحنى الصدمات، 6 مراحل: إنكار إزاي ده يحصل، ثم غضب، ثم مساومة، ثم اكتئاب حزن شديد، ثم تقبل، ثم ميلاد جديد. إنسان بيتغير. لو الغضب اللي هو المرحلة الثانية في منحنى الصدمات كان مفيد، مش هيوصل بيك للمرحلة الرابعة وهي الاكتئاب، أو المرحلة الخامسة الاكتئاب، إنما هيوصل بيك على طول للتقبل ثم الميلاد الجديد. لأن الإنسان اللي بيغضب غضب غير مفيد بيعقبه اكتئاب شديد جداً، أما الغضب المفيد بيعقبه خطة للإصلاح. وإنت بتحتاج الغضب المفيد ده عند تكرار خلق منفر إنت ما تحبش إنك إنت تتوصف بيه. بتحتاج الغضب المفيد ده اللي بيبعث على التغيير لما تلاقي ناس في سنك سبقوك في التعليم ولا في الشغل عشان إنت متأخر أو بتتدلع. بتحتاج لهذا الغضب المفيد على شطانك اللي بيوقعك في ذنب مكرر وانت ما تحبش تقابل ربنا بهذا الذنب، فتغضب على شيطانك غضب مفيد. علامة هذا الغضب المفيد ان هو بعديه بيعقبه محاسبة للنفس ووضع رؤية للتغيير، ويصحبه ثقة في الله ان ربنا بيرعى هذا الغضب المفيد. حصل الغضب المفيد ده من سنين طويلة، حكهولي صاحب القصة لما كنا بنزور قلعة موسى في دير القمر في لبنان انا واسرتي، فجابني أنا وابني وحكالي صاحب القصة صاحب القلعة المزار السياحي الضخم إنه كان طفل صغير، وبعدين الأستاذ قال لهم كل واحد يرسم حلمه على ورقة، فرسم قصر كبير كان حلمه يتجوز البنت زميلته اللي بيحبها في القصر ده وكانت غنية. أستاذه كان قاسي جدا، قال له ارسم حلم على قدك، فقال له ده حلمي اللي هتجوز فيه البنت الغنية اللي بحبها، فضربه وقطع الورقة. راح لعمه الطفل ده وكان بيشتغل في ترميم قلعة صيدا، اتعلم منه البنى والنحت، وطوبة على طوبة بنى قصر أصبح بعد كده مزار سياحي ضخم في دير القمر اسمه قلعة موسى. هذا الغضب أدى لإنجاز ولم يؤدي إلى تدمير. الغضب المفيد ده محتاج خلوة لما تغضب تكتب فيها إيه اللي أغضبك، وإيه الخطوة اللي بالتحديد اللي هتطلعك من هذا الغضب متحسن وواخد خطوة لقدام. اللهم يا رب اجعل غضبنا فيما ينفعنا وينفع من حولنا، وصرف غضبنا إلى إصلاح أنفسنا، واجعل غضبنا دافعا للبناء لا للاعتداء.